احنا هنا واقفين لمدة ساعة نفكر الناس ان علاء واحمد عبد الرحمن في السجن بقالهم سنة، اتحكم عليهم قضية شورى، يعني طبعا المحاكمة كانت مهزلة وكلها، وان كوجي ومكة ما طلعوش في العفو، اتنسوا. فاحنا عندنا اربع شباب في قضية الشورى مش في العرض، غير طبعا ان احنا عندنا يعني الاف المعتقلين يعني. بس النهارده بنتكلم على علاء واحمد عبد الرحمن بمناسبه مرور سنه على جنازته.